رجعنا لكم في البرايم تايم. صباحو لكم انتم اللي التحقتوا بنا في الاستماع، شكرا لكم لاختياركم موجتنا في صبحيه اليوم. طريق السلامه للجميع، للناس اللي ماشيه تقرا، ماشيه للي زكزاما، ماشيه زاده للخدمه، نقول لكم ربي يعينكم الناس الكل، وان شاء الله نهاركم مبروك. سعيد كالعاده، تابعونا على الباج فيسبوك راديو ميت يوزي، باج برنامج برايم تايم باي راديو ميت. كالعاده في الوقت هذا نمشيو للغوفي دو بريس. غوفي دو بريس، في الغوفي دو بريس يجيب حضرتك كالعاده معاذ الشريف. صباح النور معاذ. صباح الخير اسامه، صباح النور مروه المتغشى، صباح النور مروان، صباح الخير الناس الكل اللي تابعوا فينا في برايم تايم. في صفحه الخامسه جات الشروق، نحكيو على تداول اسماء وعديد الاسماء تداولت على المناصب القياديه في السلطه، ابرزهم جبالي وجمعه الشاهد المرزوقي بن جعفر، رؤساء سابقون فشلوا سياسيا. رؤساء يحكي عن هنا على رؤساء البرلمان ورؤساء الحكومات المتداولة على البلاد التونسية بعد ثورة، تقريبا كلهم مش أغلبهم، كلهم فشلوا سياسيا، فشلوا سياسيا على أن مستوى أسامة. فما اللي عمل أحزاب وما نجحش في الأحزاب هذه، وفما اللي عمل أحزاب وهو في السلطة وما نجحش زاد، وفما اللي أحزابه حطته في السلطة وما نجحش. ناخذوا مثال علي العريض وحمادي جبالي اللي تعرفوا كان استقال من الحكومة ديك بعد الاغتيال شكري بالعيد وكل، واستقال من الأمين العام لحركة النهضة، وترشح في منصبتين إلى رئاسة الجمهورية، الانتخابات الخاصة برئاسة الجمهورية، ولم ينجح. وتقريبا قاعدين نشوفوا في استهلاك وإلا في استهتار بالمشهد السياسي وإلا بالسياسة بصفة عامة، لأنه علاش؟ لأنه السياسة أولا وقبل كل شيء هي ميدان، هي قبل العلاقات وقبل كل شيء ميدان. علاش ميدان؟ زي ما نقولوا النوم دو تيران، معناتها كي يهبط الباجي قايد سبسي الله يرحمه، كان كي يهبط يمشي للبلاصة المستير ولا يمشي للتطوين ولا يمشي، كان استقبال شعبي وكان عنده قدرة متاع خطابة ولم الناس حوله والتأثير فيهم. نذكر شخصيا في تجربة شخصية في تغطية الانتخابات، الحملة الانتخابية 2014 لهنا في صالة متاع بير شلوف متاع نابل، معناتها شفت اجتماع ضخم متاع الباجي قايد السبسي وقدر علم، وشفت عينين العباد كيفاش يغزروا للباجي قايد السبسي، وفهمت من وقتها اللي الحزب هذاك ولا الشخص هذاك باش يربح في الانتخابات. ريانكو تشوف العينين الناس، تشوف التفاعل الناس مع خطاب، معناتها الناس مش حضرت فقط باش تشوف ولا باركوريوزيتي كيما نقولوا، لكن حضرت معناتها بالايمانها بالشخص هذاك والكلام اللي يقول فيه. نجم يكون استثناء الباجي قايد السبسي؟ بالطبيعه استثناء. باش قايد سبسي في الكلوب نتاع بورقيبه، معناتها انا المقارنه هي لا تجوز، اما بالحق المقارنه لا تجوز في معناتها في كيفاش خلى الناس تحبه وكيفاش القدره نتاعو السياسيه. يمكن باجي كان جاي ممثل، راهو من اقوى الممثلين في التاريخ، معناتها بالحق في تاريخ التمثيل في العالم، لقدرته اولا ساعه شباب، ثانيا على قدرته وعلى الخطاب وقدرته على تقمص الادوار، باجي يبكي، باجي يضحك، باجي يفدلك، باجي يتغشش، مع الكبير مع الصغير، مع الكبير مع الصغير، مع الناس كل وكل الناس يخاطبها باللي حبيبي. شوف حتى لقائته مع رؤساء وزعماء العالم كيفاش معناتها اثبت وجوده، ما تعداش اين ابرسيو حاصل. نرجعوا للشخصيات هذه، شفنا انه تصوروا ما في شروق تقريبا لرؤساء الحكومات كلها، احمد جبالي، علي العريض، المهدي جمعه وغيرهم، شفنا حتى سي مصطفى من جعفر والناس الكل اللي كانوا تحملوا المناصب هذه الكبرى. هذا كي تمشي للمنصب، اولا قلنا لوم دي تيران، معناتها ما همش ناجعين في الميدان، ما همش قادرين على التاثير في الناس، وخاصه فيهم برشا اللي جاي معناتها من بعيد، معناتها شعبيته ناقصه، صحيح تكلف مسؤوليه، جاي معناتها واتيته الصدفه ولا واتيه الحظ ولا واتيه الأقدار باش يكون هو رئيس حكومة، لكن ما بعد أن يكون رئيس حكومة كما قلنا غير قادرين على مستوى الميدان. في أحزابهم تلقاهم ما همش مؤثرين، ما همش ما عندهمش تأثير في أحزابهم بالشكل اللي يخليهم ديما هما رقم واحد ولا رقم اثنين بطبيعة في الأحزاب متاعهم. إضافة أسامة إلى أنه فشل سياسي احنا عايشين فيه على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسات، معناتها رؤساء الحكومات هذه هما
متحملين المسؤوليه السياسيه في الفشل اللي احنا فيه، في الازمه اللي تونس فيها، على الماليه، الاقتصاديه، الاجتماعيه، بطبيعه لانهم هما اللي يحكموا وهما قاعدين يخلصوا سياسيا في الفشل هذا. هما علاش ما تمش اعاده انتخابهم؟ شفنا احنا مثلا المهدي جمعة، ولو انه المهدي جمعة نجم نقولوا الحكومه هذيك نتاعو اللي دامت مع تقريبا 11 ولا 12 شهر نجحت في تامين الانتخابات، وبيت وقتها كان في وضعيه صعيبه برشا، لكن رغم هذا انه المهدي جمعة محسبه رغم انه موجود في الحكم في الوقت الحالي يسمى في ظرف قياسي، خلط باش يكون ممثل برلمانيا وممثل في الحكومه، لكن كي تسمع انت الاسم نتاع مهدي جمعة في النجم نقولوا النتائج اللي حققها في ظرف سنة، كنت تقول أقل شيء يزمو حزمه عنده أقل شيء 10 ولا 15 نائب في البرلمان. على ذلك النجم نقول على ذلك نخليه أنه نصفه الحصيلة متاعها اللي هي مهش ناجحة، مهش ناجحة الحزبية والقيادية. أنت كمهدي جمعة مثلا ترشح الانتخابات الرئاسية، شنو هو اللي يمنع مهدي جمعة بعد ترشح الانتخابات الرئاسية من عدم ترشح البرلمان؟ أولا ضر حزبه باش ما خسر أقل شيء مقعد ولا زوز مقاعد، وكان يربح الحملة الانتخابية اللي عملها في الرئاسية، لأنه وقتهم الزهر وتقدمت نظرنا الظروف وفاة الباجي الله يرحمه، مع تقدمت الانتخابات الرئاسية على التشريع كان يربحوا مقاعد في الـ في الـ في البرلمان يمكن تخليهم أكثر. لكن كما تعرف واحد يكون في الحكم جاي خدم في القصبه، وتعرف انت الشهر نتاع قصر القصبه والبهرج نتاع اللي جارد كور وكل شيء، يخليهم معناتها يفكروا بطريقه متعاليه. راهو اول حاجه اذا كان يحب يخدم ويحب يعاودوا يترشحوا ولا عندهم مازال عندهم طموح سياسي انهم يرجعوا للتيران، لانه التيران هو من غادي يطلعوا مش من فوق يطلعوا. اللي يحب يطلع السياسه يطلعها من اللوطه مش من فوق. كل واحد حاول في تونس باش يعمل سياسه من فوق الا ما دير 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 ورجع منين جاء. وهاك عندك انت صور تاع القوم في الشروق دو صور، وتقريبا التاريخ باش يخلي الناس الكل تستوعب انه يلزمها السياسه تخدم بالعكس، تخدم باللوطه مش تخدم من فوق. سورتو انه فما البعض اللي حتى بعد ما كانوا رؤساء معناتها الحكومه بعد لقيناهم معناتها اعضاء ويمارسوا في حياتهم السياسيه معناتها مش كما كانوا، معناتها قعدوا اعضاء مثلا علي العريض رجع يمارس في السياسه، اكتفاء بالنشاط الحزبي والسياسي داخل حزبه، معناتها وكانه الوصول الى رئاسه الحكومه اذا ما نجحش معناتها صعيب برشا انه يعاود يرجع من جديد، تصعب اكثر معاذ الشريف. بالطبيعه هاني قلت لك على المسألة، معناتها اذا كان في الانتخابات وحتى في احزابهم خلصوا فاتوره الفشل نتاعهم. راهو رؤساء الحكومه قلت لك باستثناء مهدي جمعه اللي قدم نجم نقول المطلوب منه وكان في مده معينه وكان في مسؤوليه معينه، معناتها نجم خرجوه من المقارنه نتاع رؤساء الحكومه الاخرين. رؤساء الحكومه الاخرين كلهم فشلوا. فشلوا، والدليل اللي احنا فيه لهنا معناتها خسائر في المليارات. شوف اسامه لهنا من البيبي الرجل الاعمال، من البيبي للشيخ، ومن العامل الصغير للرجل الاعمال. الناس كل تتشكى من الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي. رجل الاعمال يقول لك ان الدوله ضغط عليا مش مخلتني نستثمر ومسكر عليا الدنيا الكل ومعطلتني اداريا واقتصاديا، فهمت؟ العامل كيف ماهوش ياخو في الـ في الـ في اللي يسحق فيه يعاني من الغلاء، كيف رجل الاعمال يعاني من غلاء المواد الاوليه، وقص على ذلك الموظف كيف تعب، وبالطبيعه حتى الدوله تعبه بانها تو احنا اللي يصرف فيه ربي معاه ما نعرفش انا تو يمكن من اللي تقلد الحكم القاعد كيفاش قاعد يرقد، قداش من ساعه قاعد يرقد، كيفاش باش يجيب ال 11000 مليار؟ هذه الخطوه الاولى، وزيد شوف هاك شوف زادت هالكورونا ربي يعفينا ويلطفنا الناس الكل وغيرها من المسائل. وهاك شوف انت البارح البرلمان كيفاش قاعد يتصرف، معناتها هذا الكل قاعدين نعيشوا فيه، هذا حصيله فشل رؤساء الحكومات هذه اللي باقي يحاولوا معناتها يعملوا في السياسه بالغلط، فهمت؟ يعود يصلحوا رواحهم، يحبوا يصلحوا الناس، راكم تصلحوا رواحكم انتم، المشكله فيكم انتم، راكم كحكومتونا من 2011 حتى لتوا فشلتوا، والفشل نخلصوا فيه احنا، لان انتم شهريتكم مريقله واموركم مريقله وبطبيعه واللي بوست السنة فيكم البرة، واحنا قاعدين كمواطنين نقاسيو في الفشل نتاعك. واضح، انت حكيت على الكورونا، دونك منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة
ترصد مبلغ 200 ألف دولار أمريكي كجائزة لمكتشف لقاح أو علاج لفيروس الكورونا الجديد، تشجيعا منها على النهوض بدورة في العمل الإنساني والاجتماعي. ذي الأخبار تلقاه في جريدة الصباح. نحكي على ارتفاع المخاوف مع فيروس الكورونا. هل بيت اجتماع مجلس الأمن القومي لتفعيل قانون الطوارئ أمر حتمي؟ لابد من إجراءات وقائية أكثر صرامة. نحكي على قرارات ومجلسين وزيريين ينعقد. نحكي على الكورونا، شنو لازمنا نعمله معاذ الشريف حسب رأيك؟ خلينا نحكي على هل لازم يكون فما مجلس أمن قومي اجتماعه، هل لازم فما تفعيل لقانون الطوارئ اللي يكون أمر حتمي، وش معناتها تفعيل قانون الطوارئ وقت نحكي على فيروس الكورونا؟ يبدو هذا يقول لك حتى في الأوف قلت لك قلت كلام فارغ. هذه قانون طوارئ فسر لك فسرن. قانون طوارئ هذه ما معناتها، شو معناتها قانون طوارئ؟ شو معناتها؟ باش نهبطوها شنو باش نعمل؟ تدفع القانون العباد معاش الدور معاش ما فهمتش هذا يراه. شوف لا قانون طوارئ ولا اسم عناوين الكبار حتى شيء. فما اجراءات يلزم باش تقولها وزاره الصحه 9:30 ولا 10 هذه خاطر انا عطيت في مكه باش عمل 10 الكونفرنس دو بريس باش يقول الاجراءات الصحيه باش يقول يعطينا الوضعيه ويلزم التوعيه من وسائل الاعلام نغسلوا يدينا ولا هذاك هو. ايطاليا البارح 2000 حاله اليوم 2500. إذا كان توعية والدولة ما تقدرش تحيط بالمسألة هذه وتوعي الشعب، لأنه الشعب إذا كان فما ناس، مش باش نقولش الشعب، إذا كان فما ناس مازال تطلب في الرقم المجاني الأخضر هذاك وتعطي ديفوس أنونس وتقول إنه فما ديفوس أليخت وتقول فما هم مرضى وهم مش مرضى، معناتها مازلنا بعاد ياسر معناتها باش نحكيو في المسألة هذه. مش نحكيو على قانون طوارئ وتحكيو على تفعيل قانون طوارئ، مش الارتيكل سامحني حتى اللي كتبوا هم برستي ما يتقراش. ما بين الوعي وما بين زاد الاتخاذ القرارات. أنت حكيت على إيطاليا البارح معاذ، دونك زادت الحالات، فما حتى ارتباك حتى من ناحية أخذ القرارات. البارح مثلا يقولوا فما بارتيت باش تلعب مثلا نحكيو على الكالشيو مثلا، يقول لك اليوم باش تلعب بارتيت بالجمهور، مغدو صباح يقول لك لا، يرجع لك العشية يقول لك فما الاتحاد الأوروبي من غادي يقول لك كيفاش اسكو باش تصير ولا لا. فما يمكن التعامل أصبح وكأنه كل ساعة وعلمها في الكورونا. نحكي على إيطاليا، أي ممكن إيطاليا طبعا. شوف القرارات متاع الفيدراسيون لإيطاليا. واضح، شكرا لك، بارك الله فيك معاذ الشريف. دونك شوية اخر عندكم الموعد مع أخبار 8 متاع الصباح على رأس الساعة مع ألفة الغربي. هذا أشرف الستاري في أخبار رياضة.